السلام عليكم، مرحبا بجميع متابعي قناة غندات أمهات. نتمنى تكونوا بألف خير. نتمنى إن شاء الله ربي يحفظنا من هذا الوباء ويرفع علينا إن شاء الله. اليوم إن شاء الله كنت قلت لكم بلي نديرو دورة تكوين المبتدئات في هذا الوقت اللي فيه هذا الحظر وهذا اللي فيه الحجر الصحي، يعني باركين في الدار، علاش اللي ما تعلموش استفادة. اليوم إن شاء الله غنديرو أول درس في الراندا، نديرو إن شاء الله دورة تكوينية على مراحل المبتدئات. اليوم ان شاء الله غنديروا اول درس، غنديروا الملاقي ديال اول مره، ملاقي ديال الصفر ديال البدايه كمبتدئه. يكون عندك الخيط ديالك مبرور على 3 شعرات على هذا الشكل، الخيط مبروم على 3 ديال الشعرات، وناخذوا الابره اما نمره 5 او 6 او 7. انا كنفضل نمره 6 ولا 7، حيت 5 كتكون غليظه بزاف، كتشوفوها هي كتكون رقيقه. نبداو على بركة الله. أول حاجة شنو غادي نديرو؟ غادي نجيو نشدو في التوب، هذا هو مثلا القفطان اللي غنخدم فيه، ولا الطرف ديال التوب اللي غادي تعلمي فيه. غادي تاخدي يكونوا جوج الجوانب مقابلين بعضياتهم، وغنجيو لهنا مثلا غنضربو في التوب، نشدو غير واحد شوية في التوب، مغنشدوش بزاف بحال هكا. غنجرو الخيط ديالنا، يبقى لنا واحد الراس في هاد الشعرات اللي عندي هنا، سواء كنتو برمين على 3 أو 2، ولكن كنفضل كمبتدئة تبرمو غير على 3 من الأحسن باش تبان ليكم الخدمة مزيان، حسن من جوج غيجيكم رقيق بزاف. كندخلو الخيط ديالنا، عفوا كندخلو البرا من وسط ديال الخيط بحال هكا، وكنجرو. ملي كنجرو واش كيبان لينا؟ دارت عندنا هنا واحد الغرزة. عشان غنجي ندير دابا نلوح الخيط ديالي لتحت على هاد الشكل، وغنجي ندير يدي صبعي هكا من تحت، وغنجي نشد في الجهة المقابلة ندير هاد الغريزة، وغندير فيها غريزة هنا بحال هكا، ويكون الخيط على شكل دائري لتحت. وغنجر الخيط ديالي وغادي نغير حتى لحد هادي، شنو كتسمى ملاقية ديال الصفر أولا زيكزاك. حيت هنا علاش كنقولو لها الصفر؟ حيت ما كتكون تا غرزة ما بين هاد الضريبة وهاد الضريبة، يعني نيشان ندير ضريبة هنا وانفص معها ضريبه مقابله. شنو كنجي ندير من بعد؟ كنلوح الخيط ديالي الفوق، وكنجي كنضرب في التوب على هذا الشكل، كنخرج البره ديالي من الوسط ديال الخيط، كتشوفوه مليوح الفوق بحال هكا، وكنزير. كنجي شنو كندير المره الثانيه؟ كنلوح الخيط ديالي لتحت على هذا الشكل لتحت، ونجي نشد هنا ندير ضريبة في التوب بحال هكا، وكنزير الغرزة ديالي، وكنجي ملي كنجي نضرب هنا كنلوح عاوتاني الخيط ديالي الفوق، غنجي نضرب هنايا في التوب بحال هكا، الخيط ديالي بشكل دائري الفوق، البرا كتخرج من الوسط ديالي، وكنزير. كنجي الجهة الفوقانية ملي كنضرب الفوق، الخيط ديالي خاصو يكون لتحت بحال هكا، تخرج البرا من الوسط، ونبقى غادا. غنجي هنا عاوتاني لتحت، الخيط ديالي الفوق ملي كنضرب البرا لتحت الخيط ديالو كيكون الفوق بحال هكا. ساهلة بزاف هاد الضريب هاد الغرزة. ونجي بحال هكا، ملي غنجي للجهة التانية البرا الفوق الخيط لتحت، وملي كتكون الخيط ديالي فوق البرا كتكون لتحت، يعني ديما كنخدم بشكل عكسي، وكنزير. نرجع عاوتاني هكا نضرب التو ونمشي. انا ولفت نزير بيديا باش كنحسب الخدمه راها مزيره على هذا الشكل بحال هكا، شفتوا بحال هكا ربز كتبان الملاقيه ديالي كيفاش دايره، ديك الملاقيه ديال الصفر اولا زيكزاك. هي اول درس خاصك تعلميه في الراندا، سهل جدا، حيت كتكون مازال ما كاين لا عمليه بناء غرز لا والو. كاين اللي مبتدئه مازال ما كتعرفش تخدم شي حاجه، يلا تعلمت الملاقيه. الملاقيه كتقدري تخدمي بها غير شي جلبه خفيفه بحال هكا، وتزوقيها بالاحجار من الجناب، يعني شي حاجه اللي خفيفه. لوحو الخيط ديالنا فوق، كنضربو في التوب، شفتو الخدمة ديالنا هاهي كتبان لينا كطلع، هذا كطلع كيفاش كتجي،
شفتوا كيفاش كتجي؟ انا قربت الصورة، كتجي ضريبة هنا ضريبة هنا. احنا غاديين غنضرب دابا ضريبة هنا، شفتوا؟ بحال هاد الشكل. البرا ديالي ملي كتكون فوق، الخيط كيكون لتحت. بحال هكا، وهذه هي اسهل ملاقي، سهله دغيا، ما عندكش فيها شي مشاكل، تقدري تخدميها بسهوله. شفتوا كيفاش كتجي؟ هذه هي اغلبيه المعلمات اللي كيخدموا بهذه الملاقيه، حيت كتكون سهله وخفيفه. كاين اللي بطبيعه الحال كاين بزاف الملاقيات، غير انا تجربتي كنقول لكم شنو كاين في السوق اكثر، حيت كتطلع دغيا وما كتشدش الوقت. بحال هكا شفتوا الملاقية كيفاش كتجي، خفيفة وسهلة. انا غنكمل مثلا واحد شوية باش تبان لكم مزيان. شفتوا الخدمة ديالنا كيفاش كتجي، خفيفة وكتجي مقادة. وديما حاولوا ملي تكونوا خدامين الضربات يكونوا تقريبا نفس القياس، ما تكونش واحدة خارجة برا وواحدة لداخل، كما كتشوفوا بحال هكا. غير بشوية عليكم، تقدر في الاول ما تقادش لكم غادي تخربق، ولكن مع اليوم غدا اليوم غدا وشوية الصبر. اما هي الراندر شي حاجة سهلة بإمكان لك تعلميها دغيا. نتمنى الدرس ديال اليوم ينال اعجابكم، الى عجبكم ما تنساوش اللايك وتبارطاجيو الفيديو، وان شاء الله تبعوا معايا الدروس التكوينيه اللي غنديروا في الرندي ان شاء الله. والسلام عليكم في الدرس الجديد ان شاء الله.